صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز إطلاق قول منافق لبعض الصحفيين المتهكمين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، هو عمله هذا لا شك أنه خطير جدا، ولكن قد يكون إنه جاهل ومقلد للآخرين اللي يتكلمون، فيدرى عنه التكفير حتى يرى ما عنده وحتى يبين له، فإن أصاب يحكم عليه بموجب كلامه بعد المناصحة وبعد بيان خطئه فيما قال وخطورة ما قال. نعم.